الخلية السؤالية بتاعكم عادل عادل، وأيضا أسامة. ناخذ معنا الزميل أمين شطيبة مباشرة من شفشاون للحديث عن آخر المستجدات. أمين، نشكرك جزيل الشكر على التواصل ديالك معنا، وأيضا بغينا نعرفوا آخر المستجدات كيف ما وعدنا الجماهير. مرحبا اخي انس، مرحبا بالسي اسامه وبالزميل ديالنا. بخصوص اخر المستجدات، توقفت الجرافات واحد المده ديال دقيقه، كان انجراف ديال التربه هو اللي كان تسبب في التوقف ديالهم، تحيدوا عاد باش رجعوا دابا خدامين. نزل الفريق الطوبوغراف باش انه يحدد المكان ديال الطفل، باش انه يعطي التقرير ويعطي انطلاقه الناس اللي غادي تبدا الحفر اليدوي. الحفر اليدوي غادي يكون 6 متر على 4، لان المنطقه البلاصه حساسه وما يمكنش انه يستعملوا وسيله الجرافات لانها تقدر تؤدي لشي حاجه اللي ما دخلش في الاستراتيجيه والخطه ديال فريق الانقاذ. نعم، بالنسبة لحالة الطفل أمين، الحمد لله باقي كيتنفس، شنو آخر المستجدات اللي عنده؟ حالة الطفل مازال كيتنفس على حساب التصريح ديال الأب ديالو اللي كان معنا دابا واحد 10 دقائق، وكنا كندو معاه وكنتواصلوا معاه، مازال على قيد الحياة، مازال كيتنفس. الوقاية المدنية خبرات الأب بأن الطفل كلا شي حاجة، عطاو شي حاجة أنه تناولها باش يبقى عنده الطاقة ويبقى عنده الناس ديال الوقاية كيوفروا لي الأكسجين. نعم أكيد، والحمد لله هذه أخبار مفرحة، لأنه كان مستجبش في محاولات سابقة من أجل الأكل وكذلك الشرب، وهذا خبر جميل. ما عندكش شحال تقريبا المدة التقديرية ديال العمليات القادمة، شحال ممكن أن تاخذ ديال الوقت أمين؟ المدة التقديرية ما يمكنش تحدد، لأن حتى المسؤولين اللي واضعين الخطة ديال الإنقاذ ما عارفينش المدة ديال المحددة بالضبط، ولكن العملية ديال الإنقاذ كتمشي بواحد الوتيرة اللي هي وتيره سريعه، ولكن كيطبع على واحد الطابع ديال الحذر والحيطه باش ما يكونش شي خلل ولا شي حاجه اللي يؤدي ان الخطه ديال الانقاذ ما تنجحش. نعم اكيد، لانه العمليه خصوص حساسه. واحد نعم، خصوص واحد التوضيح اللي دار ضجه، هو انك الناس كتقول بان ما خلوش المتطوعين يهبطوا من البير باش انه ينقذوه. كتوضيح لهذه النقطه، هو القرار جاء بناء على مجموعه ديال المحاولات اللي ان فريق الانقاذ دار الخطه ديال ان المتطوعين ينزلوا من البير باش يجبدوه. كانت 4 المحاولات باءت بالفشل، حتى واحد ما قدر يستطع، والاغلبيه كيقول بان المكان ضيق، لهذا ارجعت فريق الانقاذ ان يبدل الخطه الثانيه هو استعمال الحفر، لان خافوا على الناس اللي غادي السيد اللي غادي يهبط باش يدير الانقاذ، خافوا عليه وخافوا على ريان اللي موجود في الحفره، ليكون تما كاين شي انجراف ديال التربه اللي ادي عاوتاني شي حاجه اللي كارثيه. هما تفاداو هذا الامر هذا وخداو الخطه الثانيه اللي اكثر احترازيه واكثر وقائيه. نعم اكيد امين، ذكر ايضا المشاهدين لانه يعني المكان اللي وصلوا ليه جميع المنقذين كان يعني العرض ديالو 35 ملم 35 سنتيمتر عفوا، وهذا الشيء هذا يعني كيبان للفريق انه من سابع المستحيلات، بالاضافه كيف ما ذكر امين هو انه كيقدر يوقع شي مشكل وتقدر تنجر في شي تربه ولا شي حاجه وتزيد ضيق، سواء على الطفل وسواء على هذاك المنقذ اللي بغى يديرها. امين، الا باقي عندك شي خبر اخر ما ذكرتيش لينا من عين المكان، سينو كنشكرك جزيل الشكر على هذا الوقت اللي عطيتينا البركه. اللي كاين هو ان العائله ديال الطفل كتطالب من المغاربه وكتطالب من جميع المتضامنين انهم يكتفوا من الدعوات ديالهم في هذه اللحظات مع الطفل، وكنبغي نوجه واحد الرساله من خلال المنبر ديالكم، لان المنبر ديالكم كتبعوا النزاهه والشفافيه وكيتابعوه ناس بزاف، اللي هو ان على المواطنين اللي كيتواجدوا الان وما عندهم حتى شي حاجه اللي غيقدموا بها اضافه، انهم يحاولوا يبتعدوا على الاماكن اللي غادي تسبب لهم خطر على السلامه ديالهم، ويتساعدوا مع رجال ديال الدرك الملكي والرجال ديال فريق الانقاذ باش العمليه تنجح، لان نجاح العمليه في هذه اللحظات الاخيره هو نجاح بالتضامن وبمجموعه من الامور اللي تخلي الفريق يخدم على خاطره والمواطنين يلتزموا واحد المكان اللي بعيد. نعم.
وشكرا. أكيد، شكرا شكرا جزيلا أمين على هذه الأخبار، شكرا لك. مرحبا. شكرا سي أمين. نعم، دونك هذه أخبار جميلة جدا، كنتمنى ومازال يبقاو غادي. المرحلة حساسة، كاين بزاف المعطيات اللي حنا كنكونوا جاهلينها ولا غير أنا بقاو جاهلينها، أنه ناس مختصة كدير الخدمة ديالها، كنتمنى وحنا ما علينا إلا ندعيو. حتى الناس، الكلمة الأخيرة أسامة، بزاف الناس مشاو يتفرجوا، لأنه عندنا العقلية ديال الفرجة، ملي كدير شي كسيدة ولا شي حاجة في الدرب كلشي كتلقاه كيتجوق، وهذا الإشكال هذا الانسان اللي ما عنده ما يقدم حتى شي مساعده ما كاينش لاش يكون تما، راه ولاو الناس بالالاف اسامه في ديك المنطقه، وكاين حتى داك يعني كيبان لك الطريق المؤديه اللي قريبه كلها اصبحت عامره يعني ممتلئه بالسيارات، وناس غير جايه ما كدير حتى شي حاجه مع كامل الاسف.